اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بدكتور ياسر داوود رئيس جهاز العاب القوى في النادي الاهلي اللي مشرفنا في الاستوديو. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. لقائنا يعني بيتجدد دائما في الخير وفي النتائج الطيبه دائما. الحمد لله مع الاهلي والوعد دائما الحمد لله. طبعا طبعا يا دكتور. برحب بنجمنا ونجم مصر اللي تاهل منذ ايام الاولمبياد لاعب مصر والنادي الاهلي في رامي ربح ايهاب عبد الرحمن. اهلا بيك ايهاب. اهلا بحضرتك يا كابتن. ربنا منورنا وبقول لك مبروك ولا برافو يعني ما شاء الله. الله يبارك في حضرتك يعني والله حد كبير. انا مبسوط ان انا والله موجود مع حضرتك وعلى قناه النادي الاهلي والله. ده بيتك وده مكانك واحنا بنقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك كابتن. دكتور يمكن كنت حضرتك منورنا ومشرفنا من كام شهر كده ووعدتنا بنتائج جيده. الحمد لله. وعدت وصدقت. عندنا الحمد لله ثلاث لاعبين تاهل الاولمبياد زي ما حضرتك قلت. الحمد لله. وعندنا الحمد لله نتربع على عرش العاب القوه في مصر بدون منازع. الحمد لله. ونتائج رائعه في البطوله العربيه اللي فاتت وكل النتائج وكل الامور دي ماشيه زي ما حضرتك وعدت بالظبط. كلمني عن الموسم وكان شكله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا انا سعيد باللي حضرتك قلته ده يعني شرف ويعني ايه ميداليه على صدر اي حد يمثل النادي الاهلي. ده حقك يا كابتن. ربنا يخليك. شكرا. طبعا اللي احنا وعدنا بيه من ثلاث شهور على يعني الحمد لله يعني سمت جميع العاملين الاهلي ما فيش حد بيوعد بدون داتا عنده بدون ارضيه واقف عليها. احنا كنا عاملين شغل الحمد لله جيد جدا على يفوق الامكانيات اللي متاحه لينا كالعقوة كلعبه في مصر. وطبعا النجوم بتاعنا الابطال دايما مصدر ثقه وهم اهل لهذه الثقه وعلى راسهم طبعا ايهاب وزملائه بقى مصطفى ومجدي واسلام وحسن والشباب الناشئين اللي جايين في السكه اللي ان شاء الله هنتكلم عنهم برضو الدنيا. ان شاء الله في وعد اخر. دايما باخد منك من الكنترول كده. خلي بالك برضو انت يعني ترمومتر العاب القوى في مصر مش في النادي الاهلي بس. الحمد لله. الحمد لله. فالحمد لله الحمد لله النتائج بتاعهم مش زي ما توقع. الحمد لله يعني على 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 قد المسؤوليه حققوا الاهداف بتاعتهم. صحيح. واتاهل ايهاب ومصطفى جمال ومحمد مجدي حمزه وكان يليهم برضو بعض الناس بس محاولاتهم الحمد لله يعني ما نجحتش. كانوا قريبين. وباذن الله اللي جاي ان شاء الله هيتاهلوا. وانا سعيد بان احنا وعدنا واوفينا والبقيه بقى ان شاء الله في ايديهم وفي رجليهم باذن الله. ان شاء الله.